نظرات تملأها الحسرات وتمزجها الدموع أحيانا حين يمعن النظر عن كثب في زي المدارس الذي توشح به أقرانه من الذكور والإناث وتحرمه الحياة منها قساوة ليرتدي ملابس العمل. والحسرات تتعاظم حين الأطفال يعودون بعد ساعات الدراسة إلى أقباس الراحة على أثاث المنزل ومفروشاته ليتوسد هو الأرض تجاوره علب الحلوى مبخوسة الأسعار. الصبح على جاي تطلع على المدارس، هوني أطلع على الشغل أشتغل، أخويا مريض في جلطة، أنا بيع علاج وحالتنا مو زينة، أخويا مجلود برجله وبيده، أحيانا نطلع نبيع علاج أنا وولد خالي وولد عمي، نطلع نبيع علاج من الصبح لل 12 بالليل ونروح على البيت. يقولها والأنفاس تملأها العبرات، يذهبون إلى المدارس أبكر للعمل ويداه تتدارك الدموع قبل سقوطها وشهيقه والزفير يسكن من روعها. نحن الصبح نطلع على الشغل وما الأطفال يطلعون على المدرسة، احنا نازحين وحالتنا تعبانة. هو يتمنى العودة للديار لواكب مدرسته، فقد جف فريقه من المنادات بالأبخاس من الأثمان وأدميت قدماه وهو يتجول المحال والطرقات ليجد من يبتاعه أو يجد عطوفاً يسد رمق جوعته. هكذا تعيش البراءة في أغنى بلاد. على ديارنا وروح المدرسة. الحال بالعشرات لا بل بالمئات تداعب مشاعرهم الحسرات وتشق الدموع الخدود، والشهود يرون المأساة. أصلاً أغار من أثم تسافر في المدرسة، ما أدنى أبسالها جنب وأشتغل بيعمل أنا عايشة هنا، أصلاً أعيش المدرسة وأشتغل عايشة هنا. كل ما يشوف الأطفال دمع تصير على خده، يبكي يريد يروح يرجعون، بس شنو أوضاع صعبة يعني، نازحين صعبة، ناس تشتغل إيجار أهله يعني، هاي أوضاع النازحين كلها. النازحون هم الشريحة الأكثر تأثراً بالكارثة، وبراءة الفطرة من الأقران أمام صفوف التعلم يؤسفها حالهم، متمنين لو أنهم رافقوهم المشوار إلى مقاعد التعليم. أنا كلش فرحانة بالمدرسة، بس أتمنى صديقتي تجي من نازحين كلهم. المعلمون والمعلمات من منطلق الأبوة والأمومة والواجب يناشدون الجهات المسؤولة عن البحث لحل الطامة. احنا المعلمات كلش نحب دخلة الطلاب للمدرسة زيهم الحلو ويدخلون ويقعدون على مقاعدهم الدراسية، لكن بنفس الوقت يحز بنفسنا طلاب أو أطفال بنفس العمر موجودين بترافيك لايتات، سواء يبيع مي أو كلينكس أو حتى يوصل لك على مود يمسح لك الجامع على مود يحصل له فلس يروح يساعد أهله بيها. ذولا خصوصاً بأطفال النازحين اللي جايين اللي هم ضيوفنا، فيا ريت أي لجنة تلم ذولا الأطفال أو تسوي لهم فد مشروع أو حتى تدخلهم مدارسنا. هل ستبقى البراءة وأمنيات الأطفال خلف قضبان الحسرة ترقد مقيدة بسلاسل التهميش، تنتظر طرف عين يمد لها شعاع الأمان لتحقيق الأمان، أم أن الأمنيات ستذهب أدراج الرياح ومهبها لتكون هباء محالا جمعه حين يمضي الأوان؟